اهلا بكم من جديد. للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري السوري الدكتور عبد الله الاسعد. اهلا بكم دكتور الى استوديو الرافدين. بالتزامن مع حديث ترامب عن زياده فتره بقاء القوات الامريكيه في سوريا لمده 4 اشهر، كيف يفسر تاجيل الانسحاب؟ لضروره سياسيه ام لحاجه استراتيجيه، ام ان ترامب ندم فعليا على قرار انسحاب قواته من سوريا؟ مساء الخير لك وللساده المشاهدين. مساء الخير. يعني في الواقع هو موضوع قرار الانسحاب من سوريا، طبعا هذا الموضوع يعني أربك الإدارة الأمريكية كما علم الجميع وكما نظر إليه كل المحللين والمراقبين السياسيين في العالم. في يعني بعد الأمر طبعا روسيا تلقت هذا الأمر يعني بمنتهى يعني عدم الجدية، أن انسحاب القوات الأمريكية في هذه المنطقة الحساسة من سوريا الشمال الشرقي حيث الثروات النفطية وغيرها طبعا يعني بأمر مستغرب في الواقع. وإعلان ترامب بأن أردوغان أكد له بأنه سيقاتل تنظيم الدولة وسيملأ الفراغ، هنا يعني بدأت هذه عملية الانسحاب وعملية معركة شرق الفرات، عملية مؤطرة سياسية ليست معركة تكتيكية، وإنما كما تفضلت حضرتك بالقول بأنها يعني هي عبارة عن رؤية استراتيجية وتمهل استراتيجي. وفي الواقع لن يكون انسحاب كامل، يعني كان مثلا لروسيا مثلا تصريح في مرتين سابقتين بأنها ستسحب قواتها من سوريا، روسيا الحليف الأكبر لنظام الأسد. أمريكا الآن طبعا لا تكتيكيا ولا استراتيجيا ولا بأي يعني مفهوم آخر لمفاهيم النظريات العسكرية بأن تقوم هذه القوات بالانسحاب من هذه المنطقة الغنية بالثروات الباطنية. هو ليس انسحابا تكتيكيا من مراورات عسكرية قد أجرتها القوات الأمريكية ومن ثم ستغادر هذه المنطقة، وليس هذا الوجود وجود يعني آني ووقتي وذو هدف يعني مؤقت، وإنما هذا الوجود وجود مترابط مع القوات الموجودة في أربيل وفي العراق، يعني لها امتداد في العراق. ووجود هذه القوات طبعا باسم كبير باسم التحالف يعني الدولي لمقاتلة داعش، طبعا هذا يعتمد على أمور كبيرة جدا وتفاهمات كبيرة. يعني بمجرد إعلان الرئيس الأمريكي أعطت روسيا أمرا لقوات نظام الأسد والميليشيات والشبيحة بالتحرك إلى منطقة المريعة التي كانت سابقا يوجد فيها قوات النظام، وأنما ازداد التحشد في المنطقة المحيطة بمنبج. ثانيا قوات الميليشيات طبعا أعطيت تعليمات من قاسم سليماني بالتوجه إلى المنطقة، إلى منطقة الحسكة والرقة وإلى التخوم الجنوبية لشرق الفرات. إذن أصبحنا هنا أمام يعني معركة ليست بالسهلة، معركة طبعا قرار الانسحاب وليست أي معركة أخرى، لأن يعني ما يترتب على هذا القرار قرار الانسحاب المفاجئ وتحديد الفترة الزمنية. يعني عملية خلط الأوراق التي قام بها ترامب، عملية خلط الأوراق التي قام بها ترامب في قرار الانسحاب غيرت كثيرا من السياسات المتوقعة كانت في سوريا، كما ذكرت بأن روسيا دعت قوات نظام الأسد إلى انسحاب مناطق ودخول مناطق أخرى، وأيضا تركيا تغيرت خططها فيما يخص عملية دخول منبج. ما هي الدوافع التي جعلت ترامب يتراجع عن هذا القرار رغم رفضه وجهات نظر المستشاري وحتى وزير الدفاع جيمس ماتيس؟ يعني الدوافع طبعا يعني هي أولا تغيير الخطط الروسية، طبعا دوافع متعلقه يعني بشكل مباشر بقرار ترامب، ودوافع تاجيل عمليه شرق الفرات طبعا ايضا متعلقه بعمليه الانسحاب. طبعا هذه العمليه يعني ليست يعني ستتم في يوم وليله واحده، لان هناك 12 قاعده جويه. هذه القواعد مرتبطه بآبار النفط المتواجده في هذه المنطقة. أيضا يعني الاتفاقيات بين روسيا وبين تركيا والتفاهمات بين روسيا وتركيا التي جرت مثلا في الأستانة، طبعا هذا القرار
كما تفضلت فعلا خلط الأوراق، خلط أوراق يعني أوراق أستانا وبعثرها. أضف إلى ذلك يعني الأتراك لديهم قرارات يعني بما يخص هذه المنطقة متعلقة بأمنهم القومي، لا يستطيعون لا يعني الانكفاء إلى يعني ما قبل قرار ترامب، ولا يعني مثلا س يعني يرتدون أو على مثلا قرارهم الذي يعني أبلغوا العالم به سابقا بعملية شاملة تبدأ من منبج وصولا إلى شرق الفرات. الروس أيضا لديهم هدف، يعني هدف جيوسياسي في سوريا. هذا الهدف لا يثنون يعني لا يثنون قراراتهم ويعودون بها، كي مثلا تأخذ تركيا منبج والقرى التي حولها والتوجه باتجاه الشرق حتى الحدود العراقية. أيضا الحشد الشعبي المتمركز الذي يأخذ تعليماته من قاسم سليماني. وأضف إلى ذلك أيضا اليوم عفوا اليوم قرار عبد رئيس الوزراء العراقي بأن القوات العراقية ستقوم بقصف الأهداف وملاحقة تنظيم داعش ضمن الأراضي العراقية طبعا دون إذن من الحكومة. هذه مجموع المجاميع المتكاملة طبعا يعني لها علاقة بتحديد الموعد ومن ثم تأجيل الموعد وفي إعادة النظر في الاتفاقيات التي كانت موجودة في السابق. يعني روسيا لا تسمح نهائيا لتركيا مثلا بأن تنفذ هجومها على منبج. يعني استبقت الأمور روسيا قبل أن يكون هناك مثلا تفاوض بين الأتراك وبين الروس، بأن أصبحت قوات نظام الأسد والميليشيات ليست في مناطق الانطلاق بالنسبة لمنبج، وإنما أصبحت على تماس مباشر. يعني أصبحت معركة ذات تماس مباشر قريبة جدا، في بعض المناطق لا يتجاوز 2 كيلومتر. يعني أصبحت الآن التسارع إلى تقسيم هذه الكعكة التي ستتركها أمريكا، يعني تسارع بالواقع فيه نوع من التخبط. يعني أنت تقول دكتور، نعم أنت تقول دكتور بأن روسيا لن تسمح لتركيا بالسيطرة على منبج أو دخول الأراضي السورية والسيطرة على تلك المناطق. يعني في رأيك بعد التحليلات التي قالت بأن عند خروج القوات الأمريكية تركيا قادرة على ملء الفراغ بعد خروج هذه القوات، هل فعلا برأيك عملية شرق الفرات التي ستقوم بها تركيا أو التي قالت بأنها ستقوم بها في منبج وفي مناطق أخرى ستتأخر أو تلغى بعد إلغاء خروج أو تأخير خروج القوات الأمريكية من سوريا؟ الواضح عملية شرق الفرات بالنسبة للأتراك هي عملية ذات هدف يعني أمني بمنتهى يعني القرار. هذا الموضوع موضوع يعني تل أبيض، من تل أبيض عين عرب وصولا إلى منبج وصولا إلى حتى إدلب ومرسين، هذه المنطقة تريد منها تركيا أن تكون يعني منطقة آمنة لسكان الجنوب في تركيا، لأن الأحزاب الانفصالية الموجودة يعني في هذه المنطقة طبعا لديها طبعا تدربت عند القوات الأمريكية وأخذت من السلاح ما يكفيها، وحتى نظام الأسد والروس والإيرانيين يعني قد يستغلون هذا. وطبعا بالدرجة الأولى نظام الأسد الذي يعني يكن من يعني من الحقد على النظام التركي سيستغل هذه الأحزاب الانفصالية بضرب الأمن القومي التركي الذي هو طبعا على مدى التاريخ يفعل ذلك ب يعني ذراعه حزب البيكيكي الذي لطالما يقوم ب يعني تقويض المنطقة الشمالية من سوريا مع تركيا، ويستخدمها دائما من أجل إثارة البلابل في هذه المنطقة. فلذلك تركيا يعني متيقظة لهذا الموضوع طبعا، وهي تعلم يعني لا فرق بين قسد وبين بيكيكي وبين شبيحة ومرتزقة وميليشيات نظام الأسد، هم جميعهم يعني قاتلوا جنبا إلى جنب. حتى تنظيم داعش يعني عندما يقول مثلا التركي
بأننا سنقاتل تنظيم داعش، هو يعي ما يقول، لأن تنظيم داعش وقسد ونظام الأسد قاتلوا في حلب، قاتلوا جنبا إلى جنب مقابل الطرف الآخر القوات التركية والجيش الحر، يعني وكان عدوهم الأساسي هو الجيش الحر والقوات التركية. فلذلك الآن عندما يقاتل الجيش التركي والجيش الوطني داعش وقسد في هذه المنطقة، هو طبعا يعني يقاتل عدو أمنه القومي في المنطقة الجنوبية. طبعا روسيا والإيرانيين طبعا ليسوا بعيدين عن هذه المكائد، وإنما هم من يحرض وهم من يصبون يعني الوقود على النار لكي تشتعل في هذه المنطقة. روسيا ليست سعيدة جدا بأن يتفق مثلا الأمريكي مع التركي ويقول بأن مثلا من سيملأ الفراغ هو التركي. نعم دكتور، هناك من يرى بأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قد يلغى خلال الفترة القادمة، أو قد تمدد آلية الانسحاب. يعني إلى أي مدى ترى بأن قرار الانسحاب من سوريا قد أخر أو ألغي فعليا تحت ضغوط صهيونية؟ طبعا انا مع من يعني اضم صوتي الى من يقولون بان هذا القرار ممكن ان طبعا يلغى. في الواقع طبعا هذا القرار يعني او هذا الوجود ليس يعني قرار، طبعا قرار رئيس امريكي، نحن لا يعني لا نعلم بالغيب ولا ننجم ولا انما نحلل. هذا الوجود الامريكي في هذه المنطقه هو بالواقع هو وجود استراتيجي يختلف عن كل الأهداف التي مثلا تسعى إليها القوات المتواجدة في الأراضي السورية أو على الجغرافيا السورية. وجود قوات التحالف في هذه المنطقة، وجود أمريكا في هذه المنطقة، طبعا هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة المترابطة بين العراق وبين سوريا، يعني وجود هام جدا. في إذا كانت طبعا أمريكا تقاتل تنظيم داعش، فيعني لها عمق استراتيجي في الأراضي العراقية، تستطيع أن تربط وتنسق جميع عملياتها العسكرية في سوريا عن طريق يعني قواعدها الموجودة في العراق. فهذه المنطقة هي منطقة هامة جدا، ودخول يعني من ينظر إلى خريطة سوريا في الشمال الشرقي يرى الرأس الخريطة السورية كيف يمتد في الأراضي العراقية. وصلت الفكرة طبعا دكتور. إضافة إلى وجود وجود قاعدة التنف طبعا هي يعني القاعدة الراصدة لتحركات القوات الموجودة على الجانبين السوري والعراقي. فهو عبارة عن يعني إذا انسحبت طبعا من المشهد السياسي والمشهد العسكري أمريكا، تكون يعني قد أحرقت جميع أوراقها في سوريا. وصلت الفكرة دكتور عبد الله الأسعد، المحلل والخبير العسكري السوري، كنت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لك.